أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الغربية وصلت نسبة تنفيذ مشروع الألبان ل 63%. أما في اسكندرية فبيتم تكثيف الوجود الميداني لجميع الأجهزة للتعامل مع التقلبات الجوية. كمان في كفر الشيخ تم تحصين 26230 طائر ضد الأمراض الوبائية. أما في المنوفية فبيتم تنفيذ مشروع إنشاء سوق الجمل الجديد في بركة السبع بتكلفة 5 مليون جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية بيتم تنفيذ أعمال مشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة اللي بيقام على مساحة 2000 متر، وبيتكون المشروع من محطة استقبال اللبن ومحطة تبريد اللبن ومحطة تعقيم وتطهير الخطوط ومحطة البسترة ومعمل ومكاتب إدارية وميزان بسكول ومنافذ عرض المنتجات ومرفق خدمات الخطوط وكهرباء وصرف وغليات بخار ومبردات، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 63%. في الجيزة أعلنت المحافظة عن تقديم مؤسسة حياة كريمة دعمها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك بتوزيع 43,000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة ضمن حملات طرق الأبواب اللي بتنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة، وده لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء. في الإسكندرية أكدت المحافظة رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري مع تساقط الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 26230 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور وحفاظاً على الثروة الداجنة. في المنوفية بتشهد مدينة بركة السبع تنفيذ أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة الجديد بتكلفة ما يقرب من 5 مليون جنيه، وبيضم محلات ومظلات ومبنى إداري، وده لخلق المزيد من فرص العمل ضمن خطة المحافظة في إنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلاً عن الأسواق العشوائية. في سوهاج أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على أهالي 4 قرى هي تونس والشيخ مكرم وأولاد عزاز وسعداوي بمركز سوهاج، وده في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية. في أسوان أكدت المحافظة أنه هيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع شكوى أهالي قرية بمبام بحري التابعة لمركز دراو بشأن تدفق المياه الجوفية داخل قريتهم، وهيتم بالتوازي عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعديل مستوى انحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه، فضلاً عن توفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه، وده كحلول عاجلة للمشكلة.